ماي جاست بيطلع عليكم لليوم بحلقه جديده، واليوم ضيفتنا تيتيانا سلامه، معالجه فيزيائيه. تنحكي اكثر عن الفيزيوثيرابي، مين هن الاشخاص يلي بحاجه لفيزيوثيرابي، وليش عنا يمكن سوء فهم للفيزيوثيرابي وبناخذها كمساج للجسم. رح نحكي اكثر بهالحلقه. اهلا وسهلا فيك تيتيانا. ميرسي. حضرتك معالجه فيزيائيه، خبرينا شو يعني واحد يكون معالج فيزيائي؟ الفيزيوثيرابي هي مهنة من الرعاية الصحية، بتقدم خدمات للأشخاص اللي هنا بحاجة يضبطوا الحركة تبعهم ويحافظوا عليها بعدة أوقات. هي بتيجي بكل مراحل من الحياة، منا مضطرين إنه بعمر معين. معين صح، مزبوط. ممكن يكون في أولاد عايزين فيزيوثيرابيات يكون حضور، ممكن يكون في شباب وصبايا، ممكن يكون عمر كبار السن. مزبوط. بأي أحوال يعني بأي حالة بعوز الولد فيزيوثيرابي؟ إذا نحكي عن الأولاد، عن الأولاد، الأولاد عادة في كتير حالات بيعوزوا فيها. أول شيء في عنا اللي بيخلق مع معمق أكسجين. أوكي. أنتوا بتساعدوه بالفيزيوثيرابي؟ نحن بنساعد بعدين بالحركة، لأنه هو أكيد رح يأثر على الجسم والحركة، بصير في بطء وتشنجات بالعضلات. فنحن بعدين بنحافظ على ليونة تقدر ينمل حد معين بطريقة نورمال. صح. أوكي. هو عند الأكبر يعني مثلا بنشوف أولاد عمرهم مثلا 5 6 7 سنين، يمكن من الشنطة من التقل يلي بيكون على ظهرهم بتوجهوا عن فيزيوثيرابي ولا لا؟ عن فيزيوثيرابيات أكيد. هلأ الحالة يمكن عم تحكي عنها أكتر يلي هي توصل ليصير عنده سكوليوز. هو أعجوجات بالعمود الفقري. هيدي بتجي على الأدوليسانس وعم بيكبر الولد ويصير فيه طول يعني. العمود الفقري إذا حطيت وزن منه كتير متوازن على الظهر بيصير في عنا أعوجة إشبه العمود الفقري. أنا عندي إياها سكوليوز وعانيت منها فترة طويلة، ومع فيزيوثيرابي أكيدة ومع إكزرسيسات رجعت شوي جلسات وبعدها بتحس إنه طبيعي. مش كتير طبيعي. أكيدة. بس اليوم الأولاد إذا بنحكي عن هذا الموضوع بالمدارس والشنط والكتب الثقيلة والقعدة لأنه غلط ثلاث أرباع الوقت بيكون قاعدين طابين، مش بس بالمدارس كمان يعني بالمكاتب بالمعامل بالمصانع. في عنا شوي بعد ما في ادوكاسيون على الموضوع. حتى الكراسي بالبيروتيك كيف لازم يكونوا، الانسان ما لازم يقعد فترات من الزمن كتير على طويلة. نفس القعده. مزبوط. نعم. طب هو ليش في نقص برايك انه العالم تعرفها؟ يعني ما في توعيه، ما في حملات صحيه. مزبوط. يعني هلا اصلا نحن كفيزيو بعد كنت عم تقولي بفكروا انه نحن مساج. ايه صح. بعد ما في توعيه مزبوط شو الفيزيوثيرابي. حتى يعني العالم بخافوا دغري يروحوا عند فيزيوثيرابيست، بدون يتاكدوا من الحكيم يبعثون هو عند حدا. يعني بعدها شوي بطيئه القصه بس عم نتحسن. التوعيه لازم تكون اكثر بالمدارس، يعني بنبلش من الصغر. الحركة أكتر، عم بيخف الحركة مع التطور اللي عم بيصير. صح. ومع كل شيء قدامك قدام عيونك، يعني من آيباد من ألعاب من جيمز، يعني حتى الجيمز صاروا يلعبون على التي في بدل ما يقوموا يرقدوا، بدل ما يقوموا يعني بيركض بالمناعات اللي بين إيديه. مزبوط. مزبوط. فكتير عم بتأثر على المشاكل بعدين. لا بعدين. وكمان أكيد الكبار بيكون عندهم حاجة لفيزيوثيرابي بحياتهم، يمكن من بعد عمليات بنسمع كتير إنه مثلاً بده فترة علاج طويلة مع فيزيوثيرابيست. أو الكبار بالعمر، يعني بتشتغلوا مع كل الأعمار، كل واحد حسب الكا. نحن نشتغل حسب الكا أكتر من حسب العمر. لأنه أكيد في عندي كايات مشاكل عظام بتصير إذا صار مثل ما قلت عملية، حدا كسر إيده إجره، صار في أكسيدان معين، خلع كتفه، كمان منقدر نعالج من بعدها بلا عملية. هون هول المشاكل نقدر نشتغل عليهم بالعظام. حيا العمر، ما في عمر. في الكبار كبير بالسن ممكن يقع يكسر وركه وينحط له بروتيز، كمان مضطرين نشتغل معهم. المدة العلاج بتفرق كتير من إنسان لتاني، حتى لو عم نحكي نفس الحالة. صح. لأنه كتير سوبجكتيف هي التريتمون بيكون. وإذا الإنسان موتيفي يعني، كمان في عندك ناس بدها دغري تتحسن وترجع بدهم تركض عشوائي. صح. بس بدها شوية طولة بال يعني منك ومن يعني من الفيزيوثيرابيست. أكيد. أكيد. لأن بدك واحد يكون
يمشي مع المريض ان باراليل، يفهموا انه النصايح اللي نحن بنعطيه اياها بالايام العاديه يمشي فيها، مش هو من راسه ايه يشتغل. نعم. واكيد اكزرسيسات نحن بنعطيهم اكيد اللي عم نحكي بده يتحسن. هو كمان يكون عم يشتغل على حاله، يشتغل على حاله بارلل ما صح. اليوم اذا بدنا نحكي تستيانا عن ابرز يمكن الحالات بالفيزيوثيرابيا واكثر الحالات الشائعه شو هن؟ هلا ما في شيء اكثر حالات شائعه. في الفي كوتيديان اللي هي عندك اوجاع رقبه، اوجاع ظهر، او يعني كل بتولد مزبوط، بتولد اوجاع راس ايام، بتولد تنميل على الاجرين، تنميل على الايدين، هول بيجوا من تحكي عن تشنجات تشنجات العضل اللي بيصيروا بالظهر، وهن بيأدوا على هول الاوجاع. يعني التعب حتى بالاطراف ايام، تنميل دايم، بدنا نعمل اكثر صور كرمال نتاكد اذا في ديسك اما من العضلات تشنج. حتى تشنج الرقبه وعضلات الرقبه يعني عم نحكي بيعمل وجع راس، ميجرين. ونحن ما بنكون عارفين انه هيدا السبب، لانه كثار منا بنعمل ميجرين وما بعد فينا نشوف ضوء ولا نسمع صوت وخلص بتحس يعني الجسم تكسر وما بقى فيك تقومي من التخت، بس لانه هالقد موجوعه، بس يمكن يكون السبب الرقبه او الظهر او مثل ما انت قلت الحنك كمان بتكفي انه الحنك اذا كان عندك التشنجات بعضلات الحنك كمان بتعمل اوجاع رقبه، يعني كله هو لينك توجذر مربوط ببعضه تا نحن نشتغل، ما فينا نشتغل على شغله واحده. بده واحد يشوف كمان الانسان كيف بيعيش، كيف بينام بالليل صح. في ناس بتنام بلا مخديه ومنه شيء منيح. اذا بدك تعطينا هيك نصايح سريعه للناس، شو هن الاشياء اللي هيك الكومن الكل بيستفيد منها؟ يعني نام مع مخديه مثلا، اهم شيء انه الانسان يتحرك اكثر. يعني انا بقول للاشخاص اللي عندهم الفي كوتيديان نورمال، اللي بيقوم على شغله بيسوق كثير، عنا ستريس كثير نحن بحياتنا خاصه بلبنان، لازم الانسان يلاقي وقت تا يصير عنده بركة يفوت السبار بحياته او على القليل الحركه المشي. حيلا شيء، بس بتمشي الدوره الدمويه، يشرب مي كثير اكيد للعضلات كمان مهم المي، ينام منيح، ينام منيح اكيد، المخديه لازم تكون علوة بين الكتف والرقبه، تملي هذه المنطقه. هلا مش تكون كتير رخوة كمان لأنه بترجع بتقشط الرقبة. الفرشة ما لازم تكون كتير طرية، بس كمان مش أنه خشب يعني. هول القصص. الشوز أنا بهمني كمان، ويمكن هيك نوه عن شغلة، أنه الشوز اللي بنلبسهم الإسبادريل بوت يكونوا مريحين، ما كتير نقسع أجرينا لأنه هن حاملين كل نهار. كمان في كتير مشاكل بتولد يمكن بلا ما نعرف أنه هذا هو السبب الأساسي. حتى الشوز البوينتو عند النسوان، إذا كمان الكعوبة مع كتير بوينتو على وقت طويل ما بيس ولا أصابع الإجر، ويمكن ما بيبينوا دغري تيتيانا مع هيك كله بعدين. مع الوقت كله مع الوقت يعني أوقات 5-10 سنين طيبلشوا مشاكل، ببلشوا يقولوا لي ما مبارح ما كان بنا شيء، بس هي كميل لعدة سنين ووجع وتعب ونحن كمان نهمل يعني اللبنانية وبطبيعتنا وخاصة الستات يلي هن أمات ويلي هن صبايا وبيشتغلوا، مش انه اذا حسوا بوجع دغري بيروحوا عند الطبيب، لا بيتركوا حالهم ليوصلوا للاخير. مش هيك بيقولوا لك امبارح ما كان بدنا شيء، لانه بعدهم انه عم بيقدروا يضاينوا، عم بيقدروا يقوموا يروحوا على شغلهم، عم بيقدروا يكونوا ستات بيوت عم تشتغل يعني من قلبها بين بيتها ووظيفتها والاولاد، لانه كمان هون الام عندها مسؤوليه كبيره تجاه بيتها وتجاه اولادها. عدا عن شغل البيت كمان، شو تخبرينا عن شغل البيت قد ايه بيأثر؟ اولا بدي بس اقول شغله عن الامات، دائما بنتبه انه الام بتضل تحمل بنتها ابنها لعمر كتير متقدم، وبكون صار وزن الولد منه يعني منه لوجيك لحدا بالجتة تبعها تحمله يعني، وبيبلشوا بعدين الاوجاع ظهر كتاف رقبه وايدين مشلعين. ايه فبس ينتبهوا على شغله انه الولد بطل طفل،
يعني لما بلش يمشي يركض بدنا نشقله على السيارة، بدنا نشقله على الحمام، بدنا نحطه بالتخت، بدنا ننتبه على هول القصص. كمان لازم يكونوا ركاب مطويين بالحمل، مش نطب بظهرنا ونحمل، لأنه مشكلة يعني إيه مشكلة. وبيكون لأنه عندها 100 شغلة تانية تعملها، يعني هي مش بس وقفت هون. شغل البيت أهم شيء، أنه واحد مش يعمل كل شيء ورا بعضه، يقسم القصص. إذا بده يوقف على المجلة أو على الكوي ما يوقف كمان بلوكي إجري مع ظهره، لازم يكون في عنده المفاصل شوي مطويين ملينين ليشيلوا البريسيون عن منطقة كعب الظهر. والناس اللي بتعزل كل شيء فرد يوم، يعني بتقبع التخوتة، بتعزل بزيت النهار، عشان بتضب السبا كله، بتغير التياب، بتوصل لآخر الليل خلاص ظهره ما بقى فيها، يعني تجلس ومش حاسة بظهر أبدا. يعني أنا هيدا اللي عم بقوله، إنه في ناس بتكون قاعدة سيدانتير يعني كل الوقت، وفجأة بدون يعملوا كل شيء وما فيهم يتوقعوا من جسمهم يلي هو أصلا منه حاضر إنه لا يحمل هالقد وزن ولا يحط ويشيل كل الوقت أكتف، إنه ما يكون في وجع بالآخر يعني. فأنا بفضل إنه يتقسم الشغل، وأكيد إذا في حدا يساعد بيكون أفضل، يعني ما تكون حدا وحدة. أكيد لوحده في سجاد في القصص الكبيرة اللي ما بتنعمل المرة لحالة يعني، صح. فيها تعملها صح، ومش إنه رجولة وحدة تشيل كل السجاد وتعزل البيت، لأنه مدام صحتك يعني بالدنيا بالآخر. أكيد. كله بينطر. أكيد. والشغل ما بيخلص بالبيت، صح. فيك تستعيني بحدا أو تنطري حدا أو تقسمي شغلك، لأنه كلنا أماتنا يعني، أنا من أمي وجر كله بتعمله بزيت النهار مثلا، حتى لو ما حدا يساعدها بتحس خلص اليوم بدون دخل البيت كله سوا، بقى كله بينطر الا الصحه، لانه بنوصل لمحل عن جد ما بعد فيها نوقف، وعن جد ونحن بنعرف من حالنا، يمكن الناس اللي بتشتغل بتنطر نهار الافطار تعمل كل هالشيء، وبتوصل لاخر الليل خلص ما بقى فيها لا توقف ولا تتحرك، واوجاع وبتكر يعني، لانه الاوجاع لحقت وبلشت، هي مش عم ترجع تعاود حياه بلشت يعني. ومكفيه يعني. رح ترجع على شغلها، رح ترجع تسوق كثير، تعلق بالعجله، مزبوط. فكمان مشاكل بتمد 100%. تيتيانا، اي متى الجسم بيصرخ ولازم نشوف طبيب؟ لانه اوقات مثلا بيجعنا ظهرنا شوي او اجرنا من السواقه مثلا او ايدنا او رقبتنا، اذا في ناس بتسوق كثير بنهار تقعد على العجله. كثير حلو. اهم شيء انه الحلو انه واحد دائما ما يترك حاله للاخر. اوكي، وين عم نحكي الاخر؟ يلي هو الوجع صار مش محمول دايم على طول الوقت، بصير في تنميل بمطارح يلي هو الارم كتير مهم، انه الاعصاب خلص يعني ما بقى تحمل، ما بقى تحمل. عم نحكي اكيد الاوتار يعني الاعصاب. هون الانسان لازم يروح يشوف طبيب اختصاصي اكيد، عم نحكي تنشوف اذا في مشكلة بالعصب مكبوس بشي مطرح. هلأ ممكن تنحل بفيزيوتيرابي بكايات كتير اكستريم بدها عمليات. مزبوط. بس اللي بيحافظ على حاله من قبل، اللي بينتبه على حياته، ما بيوصل على بيعوز عملية. هيدا نداء هلا لكل الستات اللي عم تحضرنا، ويلي كثير بيتعبوا على حالهم وخلص، يعني بتحس الست عم خلص يعني اليوم قالت لي حالها تيخلص هالبيت تينضف، يوصلوا مطرح مش قادرين يحركوا بقى ايدهم، وفي تعب، في يعني تنميل، في يعني شبه شلل اذا بدك بالطرف، هيدا خطوره يعني لازم ننتبه. تيتيانا، فينا على صحه السلامه نروح نعمل جلسات هيك فيزيوثيرابي ولا لا؟ لازم يكون فيك يعني يلي هو اذا بدك جواب على انه في واحد بيروح بيعمل مساج بيريح جسمه بيريح عضلاته، ولا لازم نروح تنعمل هالمساج الريلاكسون عند فيزيوثيرابيست؟ لا مزبوط، نحن منعالج كبريفنسيون ومنعالج كتريتمون.
هيدا الجواب انه نحن مش بس ننطر المريض تيكون مريض تيجي لعنا، يمكن شخص حدا هو ديجا واعي على الكال المود دو في تبعه يلي هي كتير اكتيف، كتير ستريس، كتير شغل، بيوقف بشغله بطريقة منه مزبوطة، بس منه قادر يغير هذا الوضع، بحب انه هو يضل مريح جسمه. هيدا بالعكس منه شي غلط ابدا، هيدا الشي هو عم بفيد حاله تيضله على نورم معين، انه ما يوصل على الاوجاع اللي كنا عم نحكي عنه او يوصل لعملية. ايه فلا كتير طبيعي انه الانسان يروح كوقاية يعمل علاج فيزيائي، في يكون عم ينتبه على جسمه بطريقة اكتر، خاصة انه عطول بنرجع منذكر ان الجسم بيصرخ، والجسم عطول بيعطينا الارمات، والجسم عطول بيعطينا انديس انه في مشكلة، ان كان بوجع الراس، بوجع العيون، بالايدين، بكل جسمنا. مشان هيك لازم ننتبه. للولاد يلي بتواجهوا على المدارس شو بتعطيهم النصايح؟ يلي عندهم كتير كتب، يلي عندهم شنطة قدهم. هلا هول الكايات، يعني المشكله مش من الولد للاسف، انه المدارس لازم توصل لمطرح انه يا يكون في كازيات معينه لكل تلميذ بقلب المدرسه، تا ما يضل في هالتنقيل الوزن تقيل صح يعني. وبعدين 15 كتاب ما فيك تقولي له ما تحمل الشنطه وتركض، بده يحملها، وبيحملها بطريقه غلط، بيحملها على كتف واحد، بجرها كمان بيلوي اذا بده يجرها. هلا بعد بتجر بعد اخف من انك تحطي الوزن على الكتاف، وخصوصا اذا بحبوا في منهم على فرد ميل. بس انه يعني هن إذا قد ما فيهم يخففوا قد ما أحسن، قد ما أحسن، وإذا مش قادرين يخففوا أزبط إنه يحملوا على الكتفين. على الكتفين مزبوط، دايما يكون في وزن متوازن بالميلتين. الأولاد بنعرف إنهم بيركضوا، إنه بيعملوا حركات يعني رياضية أكتر من خاصة سبور بالمدرسة، إنه هن مجبورين، مش مثل ما هلأ نحنا إنه إذا عبالك أو مش عبالك تعمل سبور. قدي كمان الحركة الرياضية بتأثر انه هالولد يكون نموه مزبوط، ما يكون عنده مشاكل بظهره، او لا لازم كمان ننتبه ونعمل تشيك اب من وقت للتاني؟ هلا كمان كبريفنسيون مزبوط. لا كالولد لازم يعني لازم يتحرك اكثر، يلعب كل شيء في سبار اللي هو بحبه، ما في مشكله. لازم ينتبه اكيد اذا في شيء اوجاع اوقات، لانه في اولاد بتطول او العظمه بيطول أسرع من غيره، فبتعمل أوقات أوجاع. وبس مشكلة السكوليوز كمان معقول تكون مشكلة يعني صغيرة، هو عم يكبر بتتعالج يعني. صح أكيد أكيد، بس بلا ما يوقف السبور اللي هو بحبه. شو أكتر نوع سبور كامن ومنيح للكل غير السباحة؟ لأن السباحة بعتقد هو أكتر سبور بينوصف بهالحالات. هو انا يعني برايي الخاص ما في شيء ممنوع، ايه ما في شيء هو حتى بارفي يعني، هو كومبينيشن لكل شيء بين المشي وحتى الاوزان، في واحد يحمل او حتى حيلا لعبه هو بحب يلعبها. بس انه المهم انه ما يشتغل على منطقه واحده من الجسم، يعني دائما يكون الشغل من فوق ومن تحت. يعني في عندك ناس بيروحوا بس بشغلوا الجيون، بيتركوا المنطقة الفوقانية أو بالقلب. فحتى يعني اللي عم نحكي بيروح على الجيم أو بيعمل حياة لسبور، ايه اوقات تشوفي مثلا حدا خصوصا الشباب عضلات وهيك مزبوط، في هلا صارت يعني. احسن صارت احسن، بس بعد الفكره انه لا نحن ما بنشتغل على الاجرين. افضل انه دائما يكون الشغل فيعمل اكيليبر كمان، حتى كلوكينج يكون ازبط، يعني انه بتحسيه عادم تحت ومنفخ هيك يعني رايحين بالعرض. هن الاتلات عاده بيشتغلوا كل شيء، هلا بيفكروا العالم انه لا هو بيلعب تنس بس بيشتغل من فوق، بس لا مش مزبوط، هو الكل بيشتغلوا على النفس، بيشتغلوا على الركض، بيشتغلوا تمارين اللياقة العادة، وأكيد بعدين بالاختصاص تبع السبور اللي بفوتوا فيهم. لكن كل الأنواع مفتوحة قدام الكل بالسبار عم نحكي. سألت هالسؤال لأنه أنا وقتها كنت عم أعمل فيزيوثيرابي للسكوليوز كان بس سباحة ومشي،
مسموح، يمكن لانه كمان الكايات يمكن ما بتخليك تعملي غير شيء. هلا لانه يمكن بيكا انه ما بده يحطلك لود كثير على ال هلا ايه لهمود فكري اكيد، بس لاشخاص العاده ما عندهم مشاكل لا ما في ما في يعني هيدا السبار الايديا صح 100%. المهم واحد يتحرك اكيد، المهم واحد يتحرك خاصه بهالايام يعني. بنقول للامات قد ما فيكم انتم بتكونوا عم تتحركوا، والولاد كمان اذا اخذتوهم كزرتوهم قدام البيت، اذا في ساحه اخذتوهم على شي جاردان بوبليك، اذا اخذتوهم مثلا على محل بيعملوا فوتبول او تنس او يلعبوا على بلاي جراوند، عن جد يكونوا عم يلعبوا ويحركوا حالهم، لانه بتحس الاولاد بهالايام الالعاب صارت كلها قدامهم، بضل قاعد هالولد، والقعده الطويله كمان عم بتاثر على صح حتى الكبار بالعمر، يعني مش عم نحكي كبار بس حتى الامهات كثير كثير صار في مشاكل من وراء الايباد التليفونات كل الوقت عليهم، في قعده غلط بينسى حاله الواحد يعني، حتى اذا عم تقرا شيء القعده الغلط بتنزل يمكن شوي مثلا انا كمان بس شغله كرمال الاولاد دراسه بقلب التخت هذا موضوع كثير غلط يعني. واحد اوكي بيقدر يقرا شوي قبل ما ينام، بس افضل اذا بده يدرس يكون قاعد على بيرو كرسي طاوله مشلس يكتب يقرا يكون مرتاح. يكون مرتاح. شو عنا اشياء غلط يعني اخطاء شائعه اذا فينا نقول بهالموضوع، يمكن نعمل لهم حلقه لوحدهم، كيف نقعد كيف نكتب كيف نقرا وكيف ننام وكيف ندرس وناكل، لانه اوقات في ناس مثلا بيكتبوا هيك بينزلوا بالكتيبه او بيقربوا كثير صح 100%. بقى ايامنا كانت كان اللعب احلى، لانه كنا نركض نلعب لقيطه وغميضه وهول الاشياء اللي كان فيهم حركه ترسم مع العالم 100% اكثر. هلا شوي اكثر ما نوجههم على هالموضوع اكثر. بدي بس احكي بعد شغله عن لما ننسى عن الجهاز العصبي. اوكي. في عنا امراض الجهاز العصبي اللي هن اشخاص ممكن يكونوا صار معهم حادث شلل او حتى عند الولاده، مثل ما قلنا اذا صار في مشكله عند الولاده بيصير معه شلل الولد، هو اللي كمان بنشتغل معهم. وفي دي مالادي كمان بالسيستم نيرفو هن بيعملوا مشاكل على طول العمر، يعني هيدا مالادي بتكون خلص على طول العمر على حتى طول. يعني انتوا بتشتغلوا تتحسنوا وضع المريض، بس بهدول الحالات نحن شغلنا عاده بيكون استمراري، يعني ما في تريتمون دوري معينه، لانه نحن بنشتغل معه تيضله قد ما بيقدر يضل مستقل، يروح يجي يفوت على التواليت، يضل يعني الحياة اليومية قادر يكون هو اكتف فيها فاعل فيها. صح. شو أسوأ كات عملته معه؟ أصعب؟ ما في أصعب كا، ما في أصعب كا، لما نحط حدا بخانة معينة بس في كايات صعبين يعني بياخذوا منكم مجهود كثير اكيد كتير. مجهود نفسي ومعنوي كثير كمان، مش بس يعني انتم كمان بتشتغلوا على النفسيه مش بس على يعني هي المشكله انه انت سبار لهالمريض، يعني انت بدك تعطيه هالفتحه الامل ليحس انه معقول يكون في في ناس عن جد بتدوخك بالتقدم تبعهم، حتى انت بتكوني منك متوقعة انه حيوصل هالقد، وفي ناس بدك بس تكوني يعني ماشي معهم فشخة فشخة تيضلوا على القليل يحافظوا اللي موجود يضل اللي موجود. نعم يعني الفيزيوثيرابي بعتقد موضوع كتير كبير اليوم، هيك أخذنا شوي من كل شيء عن هالموضوع، وعلى أمل يكون عنا حلقات مفصلة أكثر عن كايات تفسر عنا أكثر. بعتقد أول حلقة إذا نعملها بعد هالحلقة هي الأخطاء الشائعة يلي نحن بنعملها بلا ما ننتبه، إن كان حمل الغراض، إن كان طريقة الجلوس، إن كان الرياضة اللي كمان أوقات نعملها بطريقة غلط. ولكل الأشخاص اللي عم يحضرونا وعبالهم يسألوا تيتيانا أي سؤال فيهم يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك بيج قصادة تي في، أو فيهم يحكوكي على أي رقم 03-174-962. أوكي، وأكيد نحن بنشكرك على وقتك وعلى هالمعلومات اليوم، هيك بكون وضحنا أكثر شو هي الفيزيوثيرابي للناس. كلمة أخيرة نصيحة هيك سريعة. نصيحة سريعة بدي أقول لهم بس أنه دايماً تفعلوا بالخير لو شو ما صار معهم، وبس انه اهم شيء يضلهم
مرتاحين أكتيف. مع حالهم أكتيف دلكن أكتيف أهم أكتيف. شيء تحركوا أكتيف. هلأ عنا ما واحد ما يقص ويقعد بالبيت صح. خاصة هلأ عنا السكي اللي هو بعتقد كتير من الناس بيعملوا سكي مزبوط وبحبوا انتبهوا على حالكم أحسن ما تضطروا تجوا عند لأنه هون كمان في كتير ناس لازم يكون في تحماية بس كمان لجماعة اللي بدهم يطلعوا على سكي يحموا مزبوط قبل ما دغري يتحمسوا ويطلعوا لأنه إذا هن منهم سبورتيف وهن أشخاص كمان هيك هوايتهم خطرة كتير هيدا السبار أدمنا حلوة بس إنه خطرة انتبهوا بده يكون عندكم ركاب عضلات مزبوط الأجرين لازم يكونوا قوية وواحد لازم يعرف كيف يوقع فيها هيدا أهم شيء لأنه كتير بنشوف كيات صح الوقعات هي اللي بتعمل مشكلة 100% وقت حدا يفوت فيك كمان هونيك الكارثة بقى انتبهوا على حالكم وإن شاء الله الأيام اللي شيء بتكون بيضة مثل هالثلج يلي عن جد مبيضة السنة الثلج بجنن وقتها تتوجهوا أكيد على كل المناطق تعملوا سكي خاصة بالأرز لأنه بعتقد أعلى نقطة بلبنان وأحلى نقطة وأكثر في شيء سماكة الثلج هو عنا بقى شرفونا وتيتيانا ميرسي كثير لإليك ميرسي إن الله رد بكرة بنلتقى بحلقات لاحقة بشكر كل اللي تابعونا لليوم بشكر فولا بيوتي لاونج سوزي عقية على الميك أب كمان لرزق على اهتمامها بشعراتي وكمان بنشكر محلة هيلز بلو وما تنسوا تحضروا كل حلقاتنا على يوتيوب شانل او على فيسبوك بيج أصدى تي في الى اللقاء